اختتمت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالعاصمة المؤقتة عدن مشروع تمكين الشباب فنيا ومهنيا ل 300 شاب وشابة بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة. وتضمن المشروع برامج تدريبية تلقى خلالها المشاركون المهارات الأساسية في مجالات التمديد الكهربائي والتكييف والتبريد وصيانة الجوالات وبرمجة الكمبيوتر، إضافة إلى التمديدات الصحية والسباكة ومهارات متعلقة بريادة الأعمال. نحن اليوم في افتتاح مشروع تمكين الشباب فنيا ومهنيا، المشروع الذي تمولها الجمعية الكويتية للإغاثة ينفذ في أكثر من 10 محافظات يمنية. المشروع هو استجابة طبيعية لاحتياج قائم بشكل كبير في البلد. نحن نعلم الوضع الاقتصادي الذي تعانيها البلد، والمشروع يسهم في مسألة إدماج وتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق العمل. أنا من دفعة الكهرباء تمديدات الكهربائية استفدت كثير جدا خلال شهر ونص، استطعت أن أعمل شيء جديد في هذا المجال ما كنت أعرف عنه شيء الحقيقة، واليوم الحفل صراحة كان رائع جدا جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كانت نقطة تغير بالنسبة لي، نقطة كيف أن أكون رائدة وكيف أن أبدأ من الصفر وكيف أن أكون إيجابية وكيف أن أتغير. كانت نقطة مهمة وتحويل لي ولأسرتي كذلك ولجميع من أسكن بجوارهم.